وينهي مشوار الفوض. يختار الأسمية التالية: منير المحمدي في حراس المرمى، بن عطية 5، حكيمي رقم 2، الأحمدي 8، بوصوف 14، ديراز 17، بلند 10، سيس رقم 6، زياد 7، مرابط 16، وخالد بوطيب رقم 13. بالمقابل اختيارات الإسباني خوسي أنطونيو كاماتشو بوجود بيتساكي في حراس المرمى. تمشي كرة مغربية مع نور الدين مرابط، يطلب منه نبيل درار، يلعب على الجهة اليمنى، يمشي نبيل العرضية. الدقائق الأولى مهمة جدا يا المغاربة، الدقائق، لأنه نقطة لا قيمة وانطلاقة من نور الدين مرابط. يمشي نور الدين العرضية، مرة جانبية، أول راسية وأول كرة وأول محاولة من جانب خير البطيب بعد انسلال جميل جدا لنور الدين مرابط من الجهة اليمنى. بأي أسلوب يلعب إيربيرونار اليوم؟ أعتقد 4-2-3-1، ولكن الكل يتساءل من سيلعب كظهير أيمن. ونبيل درار بالفعل، نبيل درار يشغل مركز الظهير الأيمن، بينما حكيمي يلعب على الجهة. هو زياش يعمل الكنترول، شنو يعمل زياش؟ يعطي باس، هي جول! طلع القامات والهامات لمدافع الوسط، هذه كرة بن عطية كان قريب، نعم اعتبر الجميع خاصة من جانب الإيفواري، بينما لدينا كرة، هذه فرصة من بوطيب، يمررها لحكيم، يلحق بها زياش، امشي يا نور الدين، امشي ركلة جزاء! كرة طار فيها نور الدين مرابط بركلة جزاء. هذه الصورة الماضية، وقصد المدافع عمل الكرة، هذه صعب يعلن فيها الحكم. الوصول، مر الزمن طويل لم أشاهد في هذه الأجواء الرائعة بمركب محمد الخامس. هذه الأجواء تذكرني بأيام كان معطى الثقة لمنير المحمدي، كان يعرف ماذا يفعل. هذه كرة عرضية، مرة جانبية، هذه الثنائية تكررت كثيرا. نور الدين مرابط مررة، يمكن إلى التسديد، بلندا مررة، ودرار ومثلث هجومي، شنو يعمل نور الدين وسط الحصار؟ هذه كرة عرضية تمشي لكريم الأحمدي في فرصة كان بإمكانها تحمل الجهة وسط الميدان. يساهم في يونس بلندا، يلعب لزياش، ينادي حكيمي، هل من مجيب؟ هو حكيمي، يا حدك العاثر يا بوطيب، جملة تكتيكية من أروع ما يكون، عرضية على المقاس وبالرأس يا بوطيب. شوف الإعادة، شوف حكيمي، الرفعة جميلة والرأسية أجمل، لست خرق للافتراس، لست جاي، نعم بوصوفة يعطي كرة هنا متابعة بمراوغة، يمشي حكيمي، المناورة ممتازة، العرضية يا مغربية في ليلة، نعم ليلتكم يا الأسود، ولا البديل على الانتصار، لا رجوع ولا استسلام، دائما إلى الأمام، نبحث عن شباك الفوض، الشباك تناديك يا حكيمي، الشباك تناشي، تكون للكبار والأسود مهما صار ومهما حصل في السنوات الماضية، يبقى من كبار القارة السمراء. هذه كرة أخرى يا نور الدين يا مرابط، هل كان في وضعية تسلل؟ عموما المتابعة من بيتسيكي، شوف الإعادة، كرة مباشرة وتحرك هنا خلف المدافعين، مونية خطيرة، يدي رايا يا بن عطية، رايا بن عطية، انطلاقة مغربية، امشي، هذه فرصتنا، هذه كورتنا، هذه هجمتنا، امكان يا جول، سجل الأسود، خالد بوطيب يهز الشباك الكابوني أخيرا، دونور يهتز، بوطيب يزلزل مدرجات مركب محمد الخامس، الكل يتفاعل بالجوارح بالقلب، كلنا معكم يا أسود، خالد بوطيب لم تخيب دونور.
يا خالد، أشدت بك يا خالد يا أبو طيب، مدحتك يا خالد يا أبو طيب، راسيتك تذكرنا بالكان، راسيتك تذكرنا بذكريات كان الجابون. هؤلاء الأسود فعلوا أخيرا، أبو طيب نعم يتجرأ على الفهود، الفهود في جحرها، الفهود في مخبئها. صدقني صدقني الفوز صعب أموركم اليوم، أنت في عرين الأسد، أنت في معقل الأسد. الأسود خلقت من أجل الافتراس، الأسود خلقت من أجل الافتراس. هذه العادة عرضية على المقاس، حطيلو حطيلو على المقاس وبالرأس يا أبو طيب، افرح يا رونار، هذه البداية ومازال مازال الأسود في الموعد. وتنور يا دور الملعب الأسطوري يتزين ب 65,000 متفرج، إنه ملعب الرعب. وخالد بوطيب يرعب الجابونيين، خالد بوطيب يرعب الجابونيين. على سلامتك يا بيتسكي، كرة في شباكك يا بيتسكي، وتسينا كان ممكن تجيبها من الشباك يا بيتسكي، كان ممكن تاخذها عندك في الشباك للمرة الثانية يا بيتسكي. الله على التمريرة يا حكيمي، والحمراء والخضراء والعلم يرفرف هنا في مدرجات مركب محمد الخامس، كما هو الحال في مختلف المدن المغربية. من طنجة العالية الكوير العزيزة وتسديدة، الثاني كان قريب، مايسترو لاياكس كان قريب. في ليلة مغربية هنا النجوم تسطع في سماء كازا، كرة الثاني هو الثاني. نشوف الإعادة، هنا طلب الكرة في دار المدافع لم يكن متسلل، رايا رايا هنا طلب الكرة بشكل ممتاز، ولكن هنا لتكسير مصيدة التسلل. هذا هو حكيم يلعب لبوصوفا، بوصوفا جول جول ثاني. بركاتك يا أبو طيب، تسلم 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 الأقدام يا أبو طيب، تسلم الأقدام يا أبو طيب. جئتنا بالهدف الثاني، الأسود تنصر من جديد، الأسود تنصر من جديد، الأسود تخترق جحور الفوز. بوطيب يزلزل مرة أخرى، بوطيب يشعلل مرة أخرى، بوطيب نعم يفجر بمدرجات مركب محمد الخامس. عاد إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد بوطيب، حقك علينا يا بوطيب، ظلموك يا بوطيب، ظلموه ظلموه ظلموه. هاي الإجابة في أرضية الميدان، يا سلام على دي تيكي تاكا، يا سلام على صناعة الهجمة. كل شيء كان رائعا، كل شيء كان جميل في هذه اللقطة. وجيبها من الشباك يا بيتسكي، اطلع تاكل كرموس يا بيتسكي، على سلامتك يا بيتسكي. هادو الأسود يا بيتسكي، هادو كازا في ليلة سعيدة. كرة الثالث غير معقول، عندكم الفرصة، عندكم التسديدة، نعم التسديدة خطأ، وبالتالي ركلة حرة لفائدة المنتخب الكابوني. جول 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 سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. بوطيب يدخل التاريخ من أوسع الأبواب، بوطيب يدخل التاريخ من أوسع الأبواب. ثلاثية تاريخية في المرمى الكابونية، من قدم واحدة، من راسياتك يا بوطيب. التاريخ سيدون بأن بوطيب مر من هنا، عبر من هنا، اخترق الدفاعات الجابونية هنا. يا سلام على اللمسة، حطيله في الزاوية البعيدة، حطيله في الزاوية البعيدة.
تسلم قدمك يا ابو طيب، تسلم راسك يا ابو طيب. ابو طيب نعم، بركاتك حضرت هنا، بركاتك حضرت في مركب محمد الخامس. التاريخ عيد مرة أخرى، سيدون ويسجل تاس. هل من مزيد يا أسود؟ متعنا يا نور الدين. سير يا أخويا سير. مبارصفة زياش، أرجوك الرابع يا زياش، الرابع يا زياش يا ضياء.